بكم مشاهدينا، أتمنى لكم بداية يوم حلوة وموفقة، وهذه حلقة جديدة من صباحكم أنطل بها عليكم من خلال شاشة اليو تي في. راح نكون وياكم على مدار ساعة ونصف من الآن بمختلف المواضيع والفقرات المنوعة بصباحكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. صباح الخير آية، صباح الخير عليكم مشاهدينا. من يوم 7 إلى اليوم إحنا قاعدين 30 بالشهر، هذه الأيام كانت صعبة علينا، وما أكيد مو بصعوبتها على أهلنا وأخواننا في غزة. إحنا يمكن كل نقوله أنه الدعاء، ولكن لا تستهينون بالدعاء، لأن اليوم إحنا هذا اللي نقدر عليه بإيدنا الدعاء. لذلك إحنا نبتدي دائما صباحكم نقول لكم صباحكم دعاء لإخواننا بغزة. مشاهدينا، من يوم الأحد إلى اليوم الخميس إحنا نكون متواجدين معاكم عبر شاشة اليو تي في بأخبارنا الكثيرة والمتنوعة وفقراتنا ومراسلين اللي يثرون حلقاتنا، إضافة إلى الضيوف. دائما نبتدي أخبار حلقتنا بأهم وآخر الأخبار من عدكم خبر. من 7 من أكتوبر في هذا الشهر إلى اليوم 24 من أكتوبر، والحرب مستمرة على غزة مع تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية قصف الأحياء السكنية، مما أسفر عن شهداء وجرحى في مناطق عدة، وذلك بالتوازي مع محاولة قواتها التوغل في عمق القاع ومع استمرار المجازر ضد المدنيين، وأن حصيلة الشهداء ارتفعت أكثر من 8000 شهيد وإلى ما يقارب 20000 جريح وفقا لوزارة الصحة في غزة. نعم آية، احنا قاعدين نقول اليوم هو 30 أكتوبر، صار يعني عدى 24 يوم على هذا الموضوع، وصراحة هذا الشيء احنا يصعب علينا، فما بالك اللي قاعد يعيشون هذه الأزمة. ديما هذه الحصيلة هي حصيلة الأعداد اللي وصلتهم واللي تم العثور عليهم، هاي غير اللي موجودين. أكو هواية أشخاص استشهدوا يعني تحت الأنقاض، وهم يمكن ما قدروا أنه يشوفوهم أو يعثرون عليهم أو أساسا حتى يحصلون على جثمانهم. نعم. فأكو عدد أكثر صحيح تحت الأنقاض. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها، فاندلعت على إثرها اشتباكات عنيفة بينها وبين كتيبة القسام، كما أن النظام المدني في غزة في تدهور بعد أسابيع من القصف والحصار، والناس يحاولون الحصول على أبسط حقوقهم من طعام وشراب. يعني احنا لما نقرا هيك اخبار ما عندنا اي تعليق ثاني غير انه احنا نستمر بالمتابعه والدعاء ونوفيكم دائما باخر آية. من الاشياء المهمه اللي هي احنا نقاطع اي منتجات او اي اشياء ممكن حتى لو بشكل بسيط انها تدعم، وبالتالي هذا احنا هذا اللي نقدر عليه، فبالتالي احنا نحاول نقاطع الامور اللي ممكن انه حتى لو شيء بسيط، لانه بالاخير هي اقتصاديا هم يعتمدون بشكل كبير على منتجات معينة. مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا عززت من هذه الحمله اللي انت ذكرتيها، فاليوم السوشيال ميديا صار لها تأثير، يعني صار يتفوق على كثير من وسائل الإعلام، بمعنى أنه صار وعي عند الشباب وعند الصحافة وعند الأهالي هناك بفلسطين، وإحنا لما هذا التواصل وياهم ما قدرنا نعرف إيش دا يصير وياهم، نتمنى لهم السلام. صحيح. وآية قبل ما ننتقل إلى خبرنا الثاني، لا تستهينون من أنتم مثلا تقولون هي وجبة واحدة أو هي قطعة معينة أو شيء بسيط، لا تستهينون. أو كل شخص كل فرد منا هو قادر على أنه يصنع فرق، إضافة إلى الدعاء. دائما الدعاء لا تستهينون به، لأن ياما أمم ياما أنبياء هم قدروا أساسا يتغلبون على كل المحن والمصاعب بالدعاء. صحيح ديما، الرحمة والخلود لشهداء غزة أخواننا. مشاهدينا، ننتقل إلى الأخبار المحلية والخدمية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن تخويلها من قبل مجلس الوزراء للتعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ مشروع التحول الذكي أو الجباية الإلكترونية، مبينة أن المشروع سيتضمن تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية للتقليل من التجاوزات
والضائعات. نعم، الوزارة أكدت أنها ستشرع بالعمل في 10 مناطق منتخبة كمرحلة أولى، 4 منها في بغداد و6 أخرى في المحافظات تتوافر فيها الشروط الأولية لتحويل إمدادات الكهرباء فيها إلى شبكات ذكية، وأيضا نصب السمارت ميتر أو المقاييس الذكية والعدادات الإلكترونية. ومن وزارة الكهرباء إلى وزارة المالية التي أكدت عدم وجود أي سند قانوني يمنح العاملين بأجر يومي ضمن مؤسسات وزارات الدولة إجازة إجبارية. نعم، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الجهة التي منحتهم وصف تلك الإجازة هي من تتحمل التبعات القانونية، كما أكدت أنها طالبت بعرض موضوع أصحاب الإجازات الإجبارية في أقرب جلسة لمجلس الوزراء. في سياق آخر، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي قبول 245,000 طالب وطالبة في الجامعات الحكومية ضمن قنوات القبول المركزي للسنة الدراسية 2023-2024 الجاري. وأكد العبودي أن 237,000 تم قبولهم ضمن قناة القبول المركزي للقناتين العامة وذوي الشهداء، كما تم قبول 7,998 ضمن قناة القبول المباشر و227 ضمن قناة النخبة. وأخيرا، أكدت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية أن المواطن هو العامل الأساسي للحيلولة من دون انتشار ظاهرة العنف الأسري، مشيرة إلى اتساع هذه الظاهرة مؤخرا مع إلقاء القبض على عدد ممن يمارسونها. وأوضحت الشرطة أن هناك عدة أسباب وراء اتساع ظاهرة العنف، منها أسباب نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية، ومنها عدم تكافؤ بين الطرفين مثل الزوج والزوجة، بالإضافة إلى التفكك الأسري الذي أدى بدوره إلى اتساع ظاهرة العنف الأسري وتعنيف الأطفال. مشاهدينا، هذا كان آخر خبر بيعتكم خبر لهذا اليوم بصباحكم. خلونا نروح نشوف شنو أخبار الطقس في عموم المحافظات ونرجع لكم. طبعا الازدحامات، تعرف اخبار الازدحامات هاي؟ طريق مزدحم كان جداً، تحديدا محمد القاسم جدا بعث يعني يمكن والطابقين يمكن يعني بس انا محمد القاسم بما بحدود ال20 دقيقة احنا واقفين بس كان صح. ازدحامات، فبالتالي يعني الله يكون بالعون اللي عنده مثلا مريض، او دائما احنا هذا الشيء نقوله انه من ضمن هاي الازدحامات هاي. طبعا المخرج كلهم يقولون تعالوا بسياره واحده، ما ينفع الموضوع سياره واحده، كل واحد الى شغله بمكان معين وبوقت معين. لذلك مشاهدينا، واحنا تكلمنا عن الازدحامات، نروح الى فقره المرور ونشوف حركه السير في شوارع العاصمه بغداد.
مشاهدينا يتجدد اللقاء مع مهرجان عيون بدورته 15، حيث حملت الدورة اسم الفنان العراقي محمود أبو العباس تكريما واستذكارا لما قدمه من عطاء متواصل في مسيرته الفنية. ولقناة يو تي في في كل هذا كان جزء من التكريمات للبرامج التي تعرضها شاشتنا اليو تي في، وهي برامج كلاسيكو وبصمات وريان ميكس. تفاصيل أكثر بتقرير الزميل علي مروان. طبعاً هاي الدورة شوية تختلف عن باقي الدورات، فهذا المهرجان تم دعوة عدة فرق ثقافية وفنية وقدمت عروضها سابقاً للجمهور العراقي ولاقت استحسان الجمهور. طبعاً شاركوا كثير من الفنانين بي وقدمنا دعوات لكثير من الضيوف وحضروا الدعوة ولبوا الدعوة سعداء. وطبعاً الدورة سميت باسم الفنان العراقي محمود أبو العباس لأنه قام من قامات الفن العراقي، وهذا أبسط شيء تقدمه مؤسسة عيون والثقافة العراقية لهذا الفنان وهاي القامة. ومثل ما يعرف أنه الشارع العراقي تأثر بالقضية الفلسطينية، فخلينا أولى الفقرات أنه تخص القضية الفلسطينية. عزف راح يكون وعرض يخص القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني من باب المؤازرة، وهذا أبسط شيء نسويه إحنا كفنانين ومثقفين. شكرا للقائمين على هذه الدورة، شكرا لمؤسسة عيون على هذه الجهود الرائعة وهي جهود فردية، شكرا للمخرج والكاتب عباس الخفاجي ولكل الأصدقاء الذين تآزروا من أجل إظهار هذه الوقفة الاحتجاجية فنا وإبداعا على كل ما يجري في أرض غزة الرائعة والعظيمة. أمنيتي أنه تستمر هذه الفعاليات حتى نؤكد للعالم أن بغداد ما زالت هي مدينة النور ومدينة المحبة والسلام. إلى الفنان حيدر أبو العباس عن برنامج كلاسيكو من قناة يو تي في. أول شيء محلتنا الفازت لأن شهد وريان وحيدر ببرامجهم المختلفة بين كلاسيكو اللي هو طابعة يعني مغاير جدا عن البرامج الأخرى مثل بصمات وأيضا مثل ريان ميكس، كل واحد اللي من هيجيت هذا حواري هذا موسيقي هذا مسابقات الأول من نوعه بالعراق، فالتفاته كلش حلوة من عيون بالدورة الـ15 أنه ينتبهون إلى هذا المشروع البرامجي خارج الموسم الرمضاني، اللي هو هذا يعتبر إشارة واضحة من اليو تي في أنه إحنا مستمرين في الإنتاج وفي العطاء في الموسم أو من دون الموسم، وهذا إثبات وجود وإثبات وجود ونجاح البرامج يستند على شنو؟ تكريمها. فكل الاحترام للجان الموقرة بأسماء المهمة اللي اختاروا برامجنا تكون ضمن المكرمين بالتميز، وسعيد كلش 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 هواي. ريان زيتو عن برنامج ريان ميكس من قناة يو تي في. اي حقيقة اليوم كلش سعيد وفرحان بحصولنا على هاي الجائزة، والحمد لله والشكر ما كان برنامج واحد، كانت عدد برامج وخاصة من تكون من القناة المميزة يو تي في على البرامج الجميلة، حقيقة تستاهل على هاي الجائزة القيمة جدا، وان شاء الله يو تي في تكون دائما نحو التقدم والازدهار. هذا التكريم مو جديد على اليو تي في، يو تي في دائما هي سباقة ببرامجها، خطوة جميلة أكيد، وأني من حسن حظي بعيد عن السياسة كانت أول تجربة لي ببرنامج بصمات باليو تي في، وفرحانة جدا ويا رب إن شاء الله المواسم البقية تكون نالت إعجاب متابعينا.
كل التوفيق يا ربي لكل كادر هاي القناة، وأتمنى نجاح من نجاح النجاح يا رب. قناة اليوتيوب تميزت بين القنوات بشكل عام، يعني كانت أكو قنوات غيرها ماخذ الأولى بالمشاهدة. قناة اليوتيوب أنا أتابع كل الأخبار اللي هي تنشرها، البرامج اللي جاي تقدمها يعني برامج جيدة، الدراما اللي تقدمها جيدة، فيعني أنا أقول إنه لها يعني مستقبلها جيد جدا، ولها مشاهدة كبيرة، ونتمنى لها التوفيق بكل ما تقدمه للمشاهد. طبعاً أكيد نشكر مراسلين اللي دائماً يوفون بكل ما هو جديد وبهذه التقارير. المشاهدين، إذا كنت أنت تدخن أو مفكر أن أنت تترك التدخين، أو تعرف أحد تريد تساعده أنه يترك التدخين، ابقوا ويانا للفقرات القادمة، لكن قبلها فاصل ونرجع لكم من بعدها. أهلا بكم مشاهدينا. وفقا لدراسات علمية وتجارب العديد من الأشخاص، فإن الإقلاع عن التدخين واحد من أصعب القرارات التي يتخذها الشخص المدخن فقط، لأنه سيقاوم نوع قوي من الإدمان وهو النيكوتين والتبغ. إذن هناك خطوات يجب البدء بها حتى يقدر الشخص أنه هو يقلع عن التدخين أو يترك التدخين. كل هذه تفاصيل راح نناقشها اليوم بفقرتنا القادمة مع ضيفة مختصة. أبقوا يعني. مشاهدينا، بدأت شركات عالمية مختصة بالصناعات الدوائية بصناعة منتجات يمكنها أن هي تساعد على الإقلاع عن التدخين. منها يمكن لاصقات، علكة اللي تسمى بعلكة النيكوتين، هي تحتوي على هاي المادة اللي أدمن عليها المدخن لكن بنسبة قليلة، أي أنها يمكن تساعد بتعويض التدخين بنسبة أقل من النيكوتين. صحيح ديما، ويمكن أن تعتبر هذه المنتجات هي بدائل النيكوتين، لكن هل هي فعالة في الإقلاع عن التدخين؟ هذا السؤال وأسئلة عديدة راح تكون مع ضيفتنا الدكتورة يمامة زهير، اختصاص طب الأسرة. أهلا وسهلا بك دكتورة. صباحكم ورد. أهلا إن شاء الله. سعيدين بوجودك اللي دائما يتجدد ويانا. أهلا وسهلا. دكتورة، يعني مثل ما ذكرت في بداية حديثي أنه فعلا الإقلاع عن التدخين عند الأشخاص المدخنين يعني هو أصعب قرار على الإطلاق، يعني ومجيبين قدامه سيرة أنه شو وقت تترك السيجارة لا خلاص ينتهي، أو السيجار. دكتورة، البدائل اليوم صارت فعلا مجدية وجابت نتائج؟ خلي أحكي لك بالبداية السجائر وليش المدخن يحب السجارة. يعني كل شيء تقولي له ولا تقولي له اقطع سجارة إلا إذا هو كان عنده قرار، ونقول انلجع أكثر من مرة، تأذت صحته، تأذى أطفاله، زوجته، ممكن الحامل صار عندها مثلا ولادات مبكرة أو وزن قليل وراجع مستشفيات، يلا ذاك الوقت راح ياخذ القرار الصحيح وانه اترك السيجار. شوفي، اول ما يشعل الشخص السيجارة راح باول استنشاق، طبعا هو ما كان يدخن قبل واول مرة دا يستنشق او هيجي، راح يكون هذا الدخان اللي راح يدخل للرئة واللي يوصل للمجرى الدم راح يوصل الى مستقبلات، ثاني مستقبلات راح تاخذ النيكوتين. ايش راح تسوي؟ راح تفرز مواد. هاي المواد اللي تفرزها الدوبامين والسيروتونين، طبعا هنا اللي راح يصير يشعر بسعاده وارتياح، يقول لك كانت عندي مشكله مثلا ودخلت سيجاره لا ارتحيت. هو شعور خادع. مو خاطئ الى حد ما، لانه خاطئ. خادع فعلا، لان ايش راح يسوي؟ هذا
كثر استخدامه للجيجارة راح يوصل مرحلة إنه لا أنا بجيجارة جيجارتين ماذا أوصل لها المرحلة من السعادة اللي أنا حسيتها والارتياح؟ شو راح أسوي؟ راح أزيدها، راح أصير نص باكيت، راح أصير باكيت، راح أصير باكيتين. وإحنا عن الكارثة مش قد ما راح يدخن أكثر راح يوصل المرحلة إنه لا أريد بعد حتى أوصل مرحلة الراحة اللي أنا أترجاها. البدائل جابت نتائج؟ البدائل شوفي البدائل طبعا نتائجها هي واحدة من الطرق اللي أنا أريد أنزل أو أقطع بها السجائر. عفوا قبل ما ندخل بالبدائل أنت كنت حاليا ذكرتي هي الفسيولوجية دخول السجارة إلى الجسم وبالتالي اللي ينتج عنها. قبل ما أدخل أنا بالنتائج أنا بس حبيت أكون دائما نبتدي يمكن حديثنا بدراسات أو أشياء حديثة كون أنت تعرفين أنه الطب حاليا تطور وهذا تطور بخدمة الشخص أيا كان المجال أو الفئة اللي عندها. إحنا نعرف أنه أكو دراسة يمكن أجرتها جامعة كاليفورنيا عام 2022 وجدت أنه جمع بين نقطتين اللي هي الـ NRT اللي هي عبارة عن علاجات الاستبدال بالنيكوتين وهي عديدة مع العلاج السلوكي اللي هو CBT اثنينهم مع بعض راح تعطي نتيجة أفضل. فبالتالي إحنا خلنا نجي ببداية وإحنا نتحدث عن البدائل وما إلى ذلك خلينا نفصل كل من علاجات الاستبدال بالنيكوتين شنو هي وشنو يندرج تحتها ونتكلم عن العلاج السلوكي وبعدين نشوف دمجهم مع بعض على حسب الدراسات الجديدة أهميتها بين إعطاء نتائج أفضل. طبعاً الشخص إذا يريد يقرر يقطع التدخين فراح يقطعه بس الطرق اللي أنا أريد أوصل بيها حتى أساعده بأخذ هذا القرار أو يعني هذا القرار يكون خلاص ها هي قرار أنه أنا أقطع جقاير قطعها. شوفي أكو طريقتين شخص لو يقطع تدخين رأساً يحدد يوم يقول أنا هذا اليوم أنا راح أقطع التدخين وأرتب نفسي أنا على أساسها يعني أحاول إنه أقلل جقاير أحاول أقلل من الأشياء اللي دا تحفزني على التدخين. أو دكتورة بس هاي النقطة بالذات تعتمد على الشخص نفسه يعني أكو أشخاص يدخنوا يمكن أربع باكيتات صار لهم سنين بالضبط. يفرق عن شخص صار له مثلا سنة يدخن بكمية أقل. قلت لك هي تكون طريقتين لو يقلل تدريجيا يعني أربع باكيتات سواها باكيتين سواها باكيت سواها نص ومرات يوصلون على كم جيجارة بس مجرد آني تأخذ هاي الجيجارة ترى قللت كل شوية نزلت من الأربعة للنص باكيت أو فتشي. على العموم هي قرار وشون رح يأخذ هذا القرار حسب الشخص وإمكانيته وقابليته على تنفيذ هذا القرار. يعني آني هنا أنا حتى أغير سلوكي لازم أقيس بعض الأمور. قابلية الشخص أول ما يقعد يريد يدخن لو وراء نص ساعة لو وراء ساعة الشخص إلا وراء ويا شاي إلا عنده حالة أو مشكلة نفسية أو عصبية لازم يدخن بيها. طبعا هاي كل هالأمور هذه راح تجيب تقييمنا للشخص إذا وشون ممكن الطرق العلاجية والسلوكية اللي بيها. لكن أكيد شنو الأشياء اللي دا تخليه يدخن مثلا جلاس شاي القهوة ممكن الأكلات الدسمة ممكن الحلا هذه الأشياء أنا إذا قللتها ممكن أنه أقلل التدخين وياها يعني أقلل السلوكيات اللي دا تخليني أنا أدخن. روحتي للمقهى للكافيه للمطعم أيا كان وأنا هنا أنا راح أدخن النرجيلة أو أدخن بأماكن يعني قد تكون مغلقة وهنا أنا طبعا التأثير راح يكون أكثر لأن أنا بس مو مدخن إيجابي مدخن راح أدخن أنا سيجارة أو النرجيلة لا أنا راح تجيني راح يكون مدخن سلبي أيضا راح تجيني الدخان اللي المدخنين فهنا ضررها أكيد راح يكون أكبر. وبالمناسبة طبعا إحنا هواية نسأل إنه النرجيلة أو شيشة تأثر لو ما تأثر لا أنا دا ما أدخن أنا أدخن شيشة زين أو نرجيلة الساعة الوحدة من النرجيلة تعادل 100 إلى 200 جيجارة مقدار السطر يعني تأثيرها كلش خطر زين. طبعا واحدة من البدائل اللي هي الشوينغام العلش طبعا بالجرع مالته اللاصق الاستنشاق البخ بالضبط حتى البخاخ أكو أصلا أدوية راح تساعدنا نفسيا أنه ما نتقبل الجيجارة باي. مثلا اكو مثل ما قلنا الالتش راح يكون بجرعتين عندنا 2 ملغرام و4 ملغرام عندنا اللاصقات واللي هم يعني تختلف على انواعها اللي تكون 16 ساعه واللي تكون ب 24 ساعه خلال 24 ساعه وهم يعني تختلف الجرعه مالتها اكو من 5 او من 10 15 و25 فعندك الاستنشاق
همينة وعندك عن طريق البخاخ، عندك عن طريق حبوب صغيرة. أيوة دكتور، أنا أريد أتكلم تحديداً عن أدوية الإقلاع، مو عن الطرق. حتى هذه همينة تعتبر. ليش أنا أريد أحكي على هذا؟ أكو دراسة أجرتها جامعة هارفارد عام 2022، استخدام مزيج من مثلا مواد اثنين هي تعطي مفعول افضل من انه تستخدمين ماده واحده. وراح اقول لك شنو اكو البروباين بروبروكسين واكو الفارين كلين. طبعا هاي شنو؟ هذه تخلي الشخص تقل مشتهاته او تقل المتعه والنشوه اللي يحصلها بالتدخين. تاثر عليه نفسيا سايكولوجيا يعني. وطبعا تبدي قبل اسبوعين من اقلاع للتدخين. تبدي قبل؟ قبل. ليش؟ لان حتى الشخص من يدخن ما راح يحس بالمتعه اللي يحسها. يعني العلاج ناخذ قبل يحسها المتعه اللي راح يحسها من شان يدخن. قلت فلا انا يعني اذا ادخن وما بها دكتوره فيخلون مرات العفو وياها علج او حب مص او لصقه او ايا كان. حتى شنو راح يصير؟ وخاصه العلج لان حتى تخلي دائما حلقه يكون يعني يتحرك مثل ما نقول حتى لا يحاول انه يدخن. طبعا دكتوره انت تحدثتي عن البدائل وش قد انه هي ممكن تقدم فائده لا باس بها الى الشخص طبعًا. اللي يريد يقلع عن التدخين او السجائر. دكتوره احنا نعرف كل شيء بي سايد افكت، كل شيء بي تاثير جانبي، حتى وان كانت ادويه علاجيه، حتى وان كانت هي تساعد مثل ما ذكرتي قبل قليل تاثر على الحاله النفسيه وتاثر على هوايه تفاصيل. انا اريد اعرف كل هذه البدائل اللي انت ذكرتيها لازم نعرف ايش قد مهم انه هذا الشخص ياخذها من شخص يعني مختص ومعني. ثانيا ايش قد لازم يبقى عليها؟ لان اذا ما يعني ما اخذها بشكل كافي ايش قد حتاثر عليه؟ فاريد نحكي على الاثار الجانبيه في حال وخذت بشكل خاطئ. طبعا باي اول شيء هي هذه الادويه احنا اللي قلنا هي كلها نيكوتين، هي يعني كلها تحتوي على نيكوتين اساسا. هي حتى احنا بنقلل الجرعه النيكوتين اللي هو دا يستخدمها عن طريق التدخين او الفيب او النرجيله او اي ان كان. زين هنا هو راح يقللها، راح تكون الكميات قليله. طبعا اكيد استشاره الطبيب، الطبيب يكتب لي اياها ويتابعه همين الطبيب كلش مهم. ليش؟ لان اكو حالات ما المفروض ياخذها بها، مثلا نساء الحوامل ممنوع. الاطفال او الاشخاص جوا ال 18 سنه اللي طبعا هسه نلاحظ هاي العادات السلبيه بالاطفال وللاسف الشديد، يعني لازم تكون اكو يعني وعي اكثر، متابعه من الاهل نقطه، لان والمطاعم لا ينزلون نرجيله للاطفال. يعني دا الاحظ والله اطفال بعمر 12 13 سنه هسه وهم دخلوا متوسطه هسه وهم منزلين الشيشه والنرجيل. للاسف طبعا طبعا. وهي الالكترونيه صارت كلش سهله موجوده وبشكل صغير وما يحتاجون. حتى الشابات المراهقات الصغار صحيح اللي تؤدي طبعا وتسوي ممكن سرطان الثدي بنسبة 70% أكثر من غيرها. دكتورة ذكرتيني أنه هو أساساً أغلب الناس اللي تدخن هم ماخذين هذا موضوع التدخين عادة وليس أنه رغبة، أنه هو مثل ما احنا نقول بالعامية سولة أكو. صح. يعني أكثر من أي شيء ثاني. وش قد هذا الشيء خطر؟ طبعاً تعرفين شنو؟ يعني هو المدخن عنده هاي الحركة لازم تتكرر، لازم متعلم ما يصير لازم. فهنا شنو ننصحه؟ يخلي بايدك شيء قلم، حاول تشغل وقتك اطول فتره ممكنه، شغلك اللي انت تاديه خلال ممكن انه نص ساعه خلي اسوي 3-4 ساعة خلي اسوي، حتى احاول دائما انه اني الوقت اشغله ايدي قلم، ايدي مثلا ادوات اللي اني دا اشتغل بها حتى لا احاول اوصل للجكاره. الجكاره اني اذا حبيت وردت انه اخذها لا خلي اخرها فد 10 دقائق اللخه، فد ربع ساعه اللخه، احاول اني بشكل تدريجي على الاقل اني اغير هاي العاده اللي اني وصلت لها انه الدماغ يهيئ الشخص ويساعده انه خلاص غير هذه العاده وحولها الى غير عاده. نعم. مثلا طبعا احنا اكثر الاشياء اللي تصير الشخص يقلع عن التدخين تحسيه يزيد شهيته، فالشخص ممكن انه يوصل الى سمنه. صحيح. او يسمن. فهنا لانه خلص الشيء اللي دا يقلل لك الشهيه فهنا راح تزيد شهيتك، حاول انه تضيع هذا الوقت بالتدخين. فواكه، خضروات، واكو اشياء ممكن فواكه معينه انه تقلل رغبتك مثلا. نعم. الحمضيات، البرتقال، الليمون، الجزر، العفو يعني كخضروات. دكتورة يعني هاي الامور هذه الحديث وياك ممتع
وصح كان دقائق يعني معدودة، بس أنه أخذنا بالحيل والنصائح المهمة لكل الأشخاص اللي يريدون يقلعون عن التدخين. إحنا جدا نشكرك ونشكر تواجدك اليوم ويانا، أكيد ننتظرك بلقاءات قادمة. أكيد دكتورة، أنت ختمتي الحديث بالعلاج السلوكي الإدراكي أهميته، وأهميته أنه يكون موجود مع كذلك علاجات الاستبدال بالنيكوتين، مع النظر بعين الاعتبار أنه حتى الأهل ضروري إشراكهم بموضوع التدخين والإقلاع عن هذا الموضوع، لأنهم هم عامل جدا مساعد في هذه العملية. طبعا أكيد نشكرك دكتورة يمام، شكرا لك لتواجدك معنا. مشاهدينا احنا مكملين وياكم باقي فقراتنا، فاصل راجع لكم من بعده. اهلا بكم مشاهدينا، وصلنا وياكم الى تواصل، راح نتابع اخر الاخبار اللي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا خبرنا الاول، رحل وحيدا، هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفاة النجم الامريكي ماثيو بيري مساء السبت الفائت، فوجهه البشوش وأخف ظله جعلته قريبا للجمهور، إذ استطاع لفت الأنظار بدوره ضمن أحد الشخصيات الكوميدية الرئيسية في مسلسل فريندز الشهير، تاركا وراءه رصيد كبير من المحبة في قلوب متابعي. وتساءل كثيرون حول سبب وفاة ماثيو، خاصة جيلي الثمانينات والتسعينات الذين واكبوا عرض المسلسل الذي حاز على شهرة واسعة في العالم أجمع، وتم عرضه في المنطقة العربية خلال قنوات عدة، فيما أوضحت وسائل إعلام أمريكية أن سبب وفاته يرجع إلى إصابته بنوبة قلبية مفاجئة فارق على أثرها الحياة، بينما كان يستحم في حمام منزله ليرحل بعدها بهدوء تام. مشاهدينا بعد غياب أكثر من عامين، يعود الفنان المصري يحيى الفخراني إلى الشاشة بعمل درامي جديد ضمن الأعمال الرمضانية المقبلة من خلال مسلسل عتبات البهجة، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد. يذكر أن مسلسل عتبات البهجة كان مشروع سينمائي يعود لعام 2009، والذي كان سيخرجه المخرج عمر عبد العزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن تحول العمل إلى عمل درامي سيخرجه المخرج مجدي أبو عميرة في أول عودة له للدراما التلفزيونية منذ عام 2020، ويعود للتعاون مع الفخراني بعد سنوات طويلة. مشاهدينا تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لقرد يقايض سائحة على هاتفها لما غافلها لما كانت هي الدعبة، ثم اختطف منها الهاتف ويريد هذا الشيء مقابل إعطائه الطعام والفاكهة. بحسب متداولو المقطع فإن الحادثة وقعت في جزيرة بالي الإندونيسية. تخيلي يعني الإنسان يمكن أكثر شيء حاليا يستعز به هو تليفونه، فيجي تكون تخيلي تليفونك بإيد قرد يعني ليش التليفون ما أعرف صراحة. المرأة فهمت على الفور أنه يريد قايضتها، فأخرجت من حقيبتها الطعام، وبالفعل شعر القرد بالرضا وترك لها هاتفها وانصرف بكل هدوء. ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يعتمد بها أو يعمد فيها القردة على سرقة مقتنيات السائحين، بل وقعت فيها فيما سبق الكثير مثل هذه الحوادث في نفس المكان. نتابع الفيديو.
طبعا بعد هذا الخبر في حدث كذلك غريب من نوعه، ألقى نجم تلفزيوني مشهور نحو مليون دولار على حشد كبير من الناس في جمهورية التشيك، حيث عرض النجم التشيكي المدعو كامل بارتوشك عبر قناته على يوتيوب مقطع فيديو يظهر عملية شحن مليون دولار داخل صندوق كبير في الطائرة لتنطلق به باتجاه المتابعين وتمطرهم بالأموال. وجاء هذا التصرف بعدما وعد الرجل مشاركيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدية كبيرة كمكافأة لهم في حال اشتراكهم بأحدى المسابقات التي نظمها. ثم قرر عدم اختيار فائز واحد بل توزيعها على الجميع. نتابع الفيديو. مليون دولار يعني صراحة رقم جدا كبير. طبعا نكمل أكيد بالمواقف اللي موجودة ومواقف مفاجئة كثيرة يمكن تحدث وتجعلك أحيانا تتصرف بشجاعة من دون تفكير من أجل إصلاح الوضع. ففي روسيا انتشر مقطع فيديو تظهر فيه سرعة بديهية رجل كبير في السن استطاع أن يوقف لص عن سرقة هاتفه من طفل. المشاهد تظهر الرجل عندما كان يقوم بإصلاح سيارته في مكان قريب من الحادثة وسرعان ما تحرك وعرقل اللص الذي حاول سرقة الهاتف واحتجزه لبعض الوقت حتى جاء المار الآخرون وساعدوه. وتبين لاحقا أن هذا اللص كان سجل سابقا بجرائم سرقة كثيرة. نتابع. طبعا بهذا الفيديو نختتم فقرة تواصل وإحنا ببرنامجنا ننتقل بين فقرة وأخرى وموضوع وآخر. فرشة الأسنان من الأدوات اللي إحنا نستعملها بشكل يومي وبالتالي تكون هي معرضة بشكل أكبر إلى الاستهلاك أو التلف، وإذا لم يتم استبدالها بواحدة جديدة فتوجد الكثير من الأضرار اللي ممكن تسببها على الأسنان، على اللثة، على صحتنا بشكل عام. لذلك إن كنت مواظب على تفريش أسنانك وتهتم بصحتها ومظهرها تابعوا ويانا الفقرة القادمة. تفاصيل كثيرة إذا تم أخذها بعين الاعتبار فيما يتعلق بالتعامل مع فرشة الأسنان من الممكن أن تحمينا من الأمراض، فالعديد من الأشخاص يتهاونون عن استبدالها وقد تبقى معهم لفترة طويلة تصل إلى 6 أشهر أو ربما سنة على وجه التحديد، وهذا الشيء سيفقدها خواصها الصحية وفوائد استخدامها ويجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا. لذلك لازم نعرف متى يجب أن نستبدل فرشة الأسنان. أكيد كل هذه الأسئلة راح نتعرف عليها مع ضيفنا الدكتور هيثم الراوي اختصاص جراحة الفكين. أهلا وسهلا بك. صباح الأنوار عليكم وعلى كل مشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك دكتور. دكتور لما نتحدث عن الأسنان فإحنا نتحدث عن أول شيء اللي هي فرشة الأسنان. أكيد يمكن أنت ذكرت لنا بلقاءات سابقة أنه أساسا كثرة تفريش الأسنان هو أيضا إلى أضرار. أكيد. لازم نعرف إيش وقت نفرش أسناننا وشلون نفرش أسناننا. اليوم بنتحدث عن فرشة الأسنان. دكتور أول شيء أريد أعرفه إيش قد لازم تبقى فرشة الأسنان حتى يتم
استبدالها، هذا اول شيء لازم طبعا هو خلينا نقول التولز الادوات الاساسيه لصحه الفم هي الفرشاه الاسنان، هاي نعم. الرئيسيه الاساسيه. فاحنا اذا كان الشخص ما مركب اجهزه على اسنانه مثلا التقويم الثابت لازم نغيرها كل 4 شهور. بس احنا اصلا تعاملنا مع الفرشايه هو خاطئ، يتلفها من خلال 1.5 إلى 2 شهر. اي فاكو نقاط معينه هسه حنبحثها انه شلون يطول عمر الفرشايه لخدمه ولكفاءه التنظيف اثناء ما يستخدمها. لكن بشكل عام اذا ما مركب اجهزه تقويميه كل 4 شهور، إذا مركب أجهزة تقويمية كل 3 شهور لازم حلو. تتغير فرشاة الأسنان. حلو دكتور، هاي يمكن إحنا قاعد نتكلم عن فرشة الأسنان، صار في تطور جدا كبير وصار في هناك مقارنات كثيرة بين فرش الأسنان ومن ضمنها الكهربائية، حيث أنا دائما أحب أبتدي الحديث بدراسات بأشياء يمكن أكيد. إحنا نستثمرها بحلقتنا لهذا اليوم. في دراسة أكيد. أجرتها جامعة بنسلفانيا عام 2022 قاعد تقول وجاءت النتائج ان الفرشاه الكهربائيه هي اكثر فعاليه من الفرشاه اليدويه في ازاله البلاك وبقايا الطعام وتاثيراتها الباقيه. فخلينا نتكلم اول شيء عن الفرشاه الكهربائيه والعاديه، منو الافضل؟ صح. شنو الحالات اللي احنا لازم نستبدل بها الفرشاه؟ تمام، هسه هاي الفرشاه الكهربائيه انا معاهم لانه هي تعادل، خلينا نقول اذا احنا اليوم باليوم نفرش مرتين هي تعادل انه فرشتي 6 مرات بالمرة الواحدة في 3 نضربها. المرة الواحدة بالكهربائية تعادل 3 مرات بالفرشاة العادية. لكن صراحة الفرشاة الكهربائية هي مؤذية إلى اللثة. يعني احنا عندنا خلينا نقول هذا هو المينا وهاي هي اللثة. فالفرشاة الكهربائية سرعتها العالية تخلي تهترئ حواف اللثة، مع الزمن يصير انسحال لثوي. فهي بالتنظيف والبياض أكفأ من العادية. حتى التهاب للثة يكون دكتور، اهتراء والتهاب يعني سبب مشاكل للثة، لكن أغلبها هي الاهتراء. نعم. يعني اللثة رقيقة جدا، عبارة عن نسيج جلدي للفم. اللثة هي جلد الفم. ليش طرية؟ لأن موجودة 24 ساعة في الماء. فهسه لو إيدك تخليها أنت ربع ساعة بالماء حتصير طرية جدا. صح. أقل مؤثر يخدشها. اللثة عايشة بالماء وطبقة جدا رقيقة اللثة. فهاي الفرشاية حتسوي اهتراء للثة الكهربائية. إنما بالبياض والتنظيف أكيد أفضل من اليدوية. نعم. بالنسبة لليدوية، بما احنا ذكرنا الكهربائية، اليدوية حتى تفرق نوع الفرق، يعني نوعها هل هي اكو ناعم، فبالتالي هم يمكن يأثر على اللثة. صحيح. حسة فرشايتي الشخصية جبتها وياي. نعم. زميلنا إذا أمكن هاي الفرشاية بها شعيرات إضافية برتقالية تطلع من الشعيرات الأساسية اللي هي البيضاء والزرقاء. هاي كل باقي الفراشي هي بيضاء وزرقاء، هذا مستواها. أنا فرشايتي تطلع منها هاي الإضافات البرتقالية، هاي اللي تدخل بالأعماق اللي ما تدخل بها الكهربائية واللي ما تدخل بها باقي اليدوية. فتطلع من بين الأسنان ومن بين الأماكن المخفية بين التسلسل السني واحد بجانب الآخر، تطلع البقايا من الأكل وبقايا اللي نسميه بلاك اللي هو خبث التسوس اللي هو بالبداية من التسوس. دكتور، أنت تتحدث عن نوعية فرشاة أسنانك أنت شخصيا. نعم مضبوط. بالتالي إحنا نتحدث عن أنه كل شخص هو أساسا عنده لازم يكون عنده نوع معين خاص به، ما يرهم لأي شخص آخر. تمام. فهذا النوع اللي أنت تتحدث عليه ممكن أنه هو يعتمده أغلب الناس في حال ما كان عندهم مشاكل؟ أكيد. وحتى اللي عندهم مشاكل اكو من هذه السوفت الناعم والمتوسط والقوي. الهارد. نعم. سوفت ميديوم هارد. يعني اني افضل اغلب الناس اللي تجاوز عمرهم 30 يستعملون السوفت. لان حتى تكون رقيقه على اللثه، لان الانسحال اللثه وحيسبب تحسس. احنا نريد اسنان ديمومتها طويله. ما نريد انه فقط البياض، نريد البياض زائد اللثة. شنو الفائدة؟ الأسنان بيضة ناصعة واللثة حساسة بالحار والبارد والحامض، رأسا يصير عنده ما يستمتع بالأكل. يعني يعني شوية الأكل ساخن يحس أنه أسنانه لمعت عليه، ما حيتذوق يعني. فإحنا لازم نوازن
خير الأمور أوسطها. نعم. أسنان نظيفة إلى درجة أنه يبين صاحبها نظيف، وإنما مو ناصحة البياض مثل الفلوريسنت هذه، يعني الهوس مال درجة البياض. صحيح. مع لثة سليمة، زهرية وسليمة، فالكهربائية تأثر على اللثة قطعيا لا نقاش. وباقي الفراشي مثلا الهارد القاسية تأثر على اللثة. فأنصح من عمر 30 فما فوق مثل ما قلنا يستعمل السوفت، بس اللي بيها هاي التقنية اللي هي يسموها إن بتوين، هاي الشعيرات الإضافية أنا ما أفرج إلا بيها، ومراجعين اللي يجوني أنطيهم مني هاي الفرشة يعني. حلو. على حسابي يعني. نعم. أنطيهم إياه أقولهم اعتمدوا هاي الفرشاية. نعم. دكتور هذا يمكن حين تكلمت أنت حتى يمكن ذكرت زميلتي آية أنه موضوع هاي الفرشة يمكن يعني تنفع الأشخاص غير عن الأشخاص مثل اللي مخلين تقويم مثل ما أنت ذكرت في الحديث اللي عندهم بعض المشاكل. دائما فرشة الأسنان إذا المصاحبة إلها معجون الأسنان مضبوط. فبالتالي إحنا خلينا نتكلمها عن معجون الأسنان الصحيح إضافة إلى حتى مضمضة المضمضة اللي تكون أنا بالأخير هو أنت قاعد تستخدم شيء يحمي الأسنان. وبما إحنا يمكن هذا يكون آخر سؤال إلنا، خلينا نتكلم عن حتى مدة التفريش الصحيحة لكل مرة. روعة. عزيزتي، هو كيفية وضع المعجون على الأسنان خطأ عند الجميع. نعم. المفروض نمسك المعجون بشكل عمودي ونحقن هنا حمصة، خلينا نقول حمصة جنبها بين الشعيرات. ليش؟ إذا خلينا المعجون فوق، أول ما نجي نضرب المنطقة يعني نوجه على أسنان، ثلثين حيروح على الأسنان الأمامية، وإحنا نريد المعجون بالأسنان الخلفية اللي هي تحتاج عناية أكثر. الطواحين التنظيف مالتها أهم من الأماميات، لأن الأماميات جاية مثل الشفرات بسرعة تتنظف من الوجه والظهر، بس الخلفيات بها مناطق التقاء كبيرة يعني بيناتها، فيراد لها كمية معجون أكثر. هاي أولا. وأهم نقطة للجميع أترجاكم لما تغسلون الفرشاية ممنوع تغسلوها بالمي بهالطريقة وتدوسون على الشعيرات تضعفوها، هاي بشهر أو شهر ونص تتلف. أقصى شيء شهرين تتلف. الطريقة الوحيدة لدعك الفرشاية رجاء لو سمحتوا أيضا التصوير يكون قريب. الطريقة الوحيدة نمسك الشعيرات ونقومها بهالشكل تحت الماء، نرجعها على وضعها المستقيم. ممكن نعيد الحركة؟ عيد أكيد الحركة. نعم. هذه هي الطريقة الوحيدة تحت الماء اللي نغسل بها الفرشاية من المعجون مالتها. أما هذه الطريقة الدعك حتخرب الشعيرات وحتخليها يعني تتلف بسرعة عالية جدا، ما حتطول 4 شهور. وأنت تشرح دكتور ذكرت طريقة التفريش الصحيحة أيضا، لا تنسى أنه تذكرها اللي هي بشكل التمشيط أو الدائري. الشكل الدائري أنتوا تخيلوا فرضا هذه الرقبة هي السن، هذه هي الياخة، اللثة بها ياخة خفيفة. فإحنا إذا جينا فوق وتحت ما حنطلع اللي تحت الياخة، بس إذا جينا بحركة دائرية حنطلع البكتيريا اللي تحت الياخة الحوالين السن. عادة إذا تلاحظون أول ما يبدي اصفرار السن من الأسفل إلى الأعلى، يعني من اللثة صعودا. ليش؟ لأنه مراكز تكون البكتيريا التصفر الأسنان أو البكتيريا التسوسية بالأخاديد بين اللثة والسن. صحيح. فالحركة الدائرية هي اللي تطلع كل البكتيريا. نعم. دكتور حيث يمكن إحنا وصلنا لختام حلقتنا، بس أريد جواب جدا سريع. أكو بعض الفرشات الأسنان تكون مغطى بكفر أو شيء، هل هذا راح يساعد على أن تكون بها رطوبة فبالتالي راح تكون؟ والله بالضبط ما أنصح بالكفر نهائيا رجاء. إيه تخلوها بهالوضع يعني تنشف طبيعيا ولا يقلقون كثيرا، لأن هو معجون الأسنان بمواد قاتل البكتيريا والفيروسات. حلو. دكتور هيثم الراوي شكرا لتواجدك معنا. شكرا لهذه المعلومات، وإن شاء الله أكيد راح تكون تواجد معنا فقرات قادمة ومواضيع أخرى تخص الأسنان واللثة وكل ما يتعلق بهذا المجال. شكرا لك دكتور، محظوظين بك ومراجعيك أيضا. الله يحفظكم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا احنا باقين ومكملين وياكم، أكيد أتمنى لكم دائما الصحة والسلامة. راح أروح إلى فاصل ونرجع لكم، ابقوا ويانا. مرحبا مشاهدينا، الموسيقى فن
واحد، لكن تتعدد الشخوص اللي تمثله، حيث لكل شخص طريقة ونوع من العزف. اليوم ويانا عازف عراقي اختص بنوع من أنواع العزف وهو الموشحات، رح نتعرف عليه في فقرتنا القادمة بفقرة فنون. ضيفنا لحلقة اليوم الأستاذ عازف على آلة العود، تميز بعزفه عن الآخرين تحديدا على العود مثل ما ذكرت. كثير عندنا من الفنانين العراقيين اللي يعني تنوعوا بحبهم لأنواع الفنون، دائما يحملون على أكتافهم حبهم أولا لما يمتلكونه من فن، ويحاولون دائما ويكونون حريصين أنه يسافرون به خارج العراق. لذلك الفنان العراقي هو أساسا متخرج من يعني من مدرسة مهمة، وين ما هو يروح الناس تقعد وتسمع أو تشوف فن إذا كان عنده فن آخر. لذلك اليوم ضيفنا أخذ بعزفه إلى خارج العراق. نعم، اليوم نرحب بضيفنا العازف إحسان الأمام. طبعاً يسعد صباحك ويا هلا يا مرحبا فيك ويانا. أهلاً بك أستاذ إحسان. يعني يمكن بالبداية إحنا ما نقدر نقول عطنا نبذة عن حضرتك، لأن ما شاء الله المعرف لا يعرف، وأكيد اسمك و عزفك وكثير من الأمور هي سابقتك. بس حبيت أنا أضيف عذرة فتشي. نعم. أنا أيضا مطرب يعني. نعم، فهو إحنا أنا جايتك بهذا الكلام حاليا. الحديث راح ندخل فيه. طبعا أنت من مغادرتك لي أكثر من 31 عام لبغداد عدت والعبد أحمد بأغنية كذلك لبغداد. نعم. فخلنا نتكلم بالبداية، أنا حبيت أبتدي حوارنا ببغداد وشنو تعني لك هذه المحافظة، لذلك أنت حرصت على تكون لك أغنية اسمها بغداد. نعم نعم، بغداد تعني لي الكثير، هي يعني الأم الموحدة لهذا البلد العظيم. نعم، تربينا بيها وكبرنا بيها، تعلمنا بيها، نشأنا بيها بشوارعها، بحاراتها، بكل شيء يعني، بميها، بجوها. نعم. تولدت يعني يعني بعد سنين الغربة هذه، هي أنا ما تركتها طبعا، خصوصا دائما أحكيها أنا شايل العراق وياي. نعم. فكيف أنسى بغدادي وكيف أنسى العراق؟ صح. وأنا أدرس أغني ألحن كله هنا، كله يعني أنا حامل العراق معايا. حلو. ما عفت فد يوم من 30 سنة أنا ما عايفة يعني، هو وياي يعني. فبالتالي أنت ارتئيت إنه راح تكون أكو أغنية بغداد. نعم نعم. فنتكلم شوية عن هذا العمل. إن شاء الله نصورها، وهذه من كلمات شاعر عدنان الصائغ طبعا، وجه له تحية، ومن ألحاني، وهي جميلة جدا، وإن شاء الله يعني نصورها في أزقة بغداد. يلا خلينا نسمع مقطوعة. لو طفت في الأمصار والبلاد فلن ترى أجمل من بغداد، لو طفت في الأمصار والبلاد فلن ترى أجمل من بغداد، مر بها الطغاة والغزاة، مر بها الطغاة والغزاة، فانهزموا وأشرقت بغداد، فانهزموا وأشرقت بغداد. دائما إن شاء الله مشرقة بغداد. إن شاء الله. الله ناسها وأهلها الطيبين. أنت محظوظ على يعني كمية الناس المهمة اللي أنت كانت مسيرتك وياهم، نتحدث عن أسماء لامعة. ما شاء الله كثيرة كثيرة. بالضبط. وأنا أريد أعرف يعني إيش قد الموضوع يعني لك لما أستاذ روحي خماش هو اللي حدد بوصلتك مع الموسيقى وقال لك إنه أنت خلص مع العود. أعتقد هذه شهادة. شرف يعني كبير لي طبعا، الله يرحمه يعني. الله يرحم الجميع. كثير يعني أعطاني من فنه، كثير زرع في الشفافية بالتعامل بالفن، كثير
يعني راواني الدرب الصح. نشأنا احنا في الجيل يعني من الثمانينات تقريبا على طبعا دراستنا الأكاديمية أيضا بالمعهد، أكيد كان إلها دور. نعم، وأساتذتنا الكبار. فيعني مسيرتنا يعني كانت شغل حافلة بالفن والعطاء والمعرفة والدراسة، وطبعا تنسقل هي أثناء الدراسة تعرفين أنت. مش قد مهم أنه هذا الشخص اللي يتلمذ على هيجي يعني أيادي أساتذة، مش قد مهم أنه هو يرسم طريق الخاص أيضا، وما بعيدا أنه ما يتأثر بيهم مع هيجي أسماء لامعة. نعم. فشلون قدرت أنت ترسم طريقك الخاص بس أنت تبقى يعني أكيد محتفظ بكل أكيد ما تعلمته؟ يعني يعني مع الزملاء الآخرين طبعا بدينا بداية صحية وصحيحة. فأنا سنة 86 غنيت أعمال كثيرة، 87 88 غاية 90 ولغاية كان إنتاج غزير. إنتاج غزير طبعا كان يعني. طبعا يمكن أنت قاعد تقول هذا الموضوع وأنا أجب بالي دايركت أنه الرسالة اللي أنت راح تكون حاملها كون أنه أكو من جيل إلى جيل، كيف ممكن أنت توصل أساساً هاي النظرة اللي وصلت لك من الجيل اللي سابق توصلها إلى الجيل الحالي؟ هاي بحد ذات اليوم نحتاج إحنا إلى أشخاص يكون رؤيتهم واضحة. نعم. قدرون إنه هم مثل ما أنت يعني إجا شخص وأخذ بإيدك وخلاك على مسار معين، اليوم أنت بدورك هم لازم تأخذ بإيد غيرك وتخليهم على مسار معين. يعني أنا تجربتي مثلاً في الغرب أو في لندن بالأحرى تعاملت مع كثير جنسيات، درست كثير طلاب سواء بآلة العود، وكان دراستي أيضا في كلية سوس، درست كثير وحفظت كثير يعني أجانب أغانينا العراقية والعربية. حلو. وطبعا ما يعني لو يسعفني الوقت كان تعرضوها. فكان اهتمامي بهذا المجال جدا طبعا مع الألحان والأعمال والحفلات في يعني في داخل بريطانيا وخارج بريطانيا. نعم. أيضا أستاذ إحسان، إحنا يعني نريد نسمع، إحنا يعني أكيد نحب أكيد غني لكم شو راح تسمعنا بالله تركوني وحدي لحالي أني وقلبي نسهر ليالي، بالله تركوني وحدي لحالي أني وقلبي نسهر ليالي، بالله تركوني وحدي لحالي بالله تركوني يكفي الملامة، العادل تراني ما اسمع كلامه، واللي أحبه ساكن خيالي واللي أحبه ساكن خيالي، يا ناس أحبه ويا ناس أريده ما ممكن أنسى وهذه بعيدة، باقي على عهدي مهما جرالي باقي على عهدي مهما جرالي، بالله تركوني وحدي لحالي أني وقلبي نسهر ليالي، بالله تركوني وحدي لحالي. حلو، انت قلت باقي على عهدي. فعلا من هذا الكلام احنا نعرف انه ما شاء الله عليك انت احييت حفلات كثيرة خارج العراق، واريد تصحح لي المعلومة، انا اعرف انه راح يكون هناك حفل ضخم ان شاء الله راح يكون موجود خلال الاسبوعين القادمين، فاحنا على ترقب صراحة لهذا الموضوع، حريصين على احنا نذكره لان اكو ناس متعطشين جدا لهذا الفن. ان شاء الله هذا يوم 5/11 في على قاعة الشعب. نعم. طبعا مع فرقة كبيرة من دائرة الفنون الموسيقية بقيادة الأستاذ علاء مجيد. حلو. وإن شاء الله أول واحد راح يغني في هذه القاعة أنا. يعني حلو. شو وقت نشوف التذاكر؟ والله يعني حقيقة بعدها هي بس يعني راح أعلن عنها، هسه أعلنتها من خلال قناتكم الكريمة. أنا أريد أخذ جانب آخر يعني خمسة بس عن البضائع، والله إحنا راح نكون مترقبين لهذا الموضوع. أعتقد دعوة عامة. حلو. أريد أعرف شنو مجهزنا على مود المستمع يكون مترقب. أعمال إلى أستاذي الكبير روح الخماش الراحل. فقط سولو على العود؟ لا لا لا، غناء مع الغناء أيضا، غناء مع فرقة موسيقية كاملة.
راح اغني ان شاء الله 5 موشحات وهم يعزفون قطع مؤلف. الكورال ايضا؟ كورال والفرقه الموسيقيه بقياده احمد عبد الجبار عازف الكمان. يعني حلو. احنا اكيد راح نكون مترقبين. وانا احب اسمعكم فتشي هذا. يلا نتمنى. هاي من ضمن الأعمال اللي تحضرت لي أستاذ روحي خماش. أنا أريد أعرف التحضيرات أكيد هي قائمة طبعاً. بروفات يومية هاي صار على قدم الوسط. هذا الحفل يعني اللي حيصير ببغداد أكيد راح تكون إلى مكانة خاصة بقلبك أكيد شيء هذا. بعد غياب شقد عن المشاركات الحلوة والعامة ببغداد؟ يعني لأول مرة أنه إن شاء لا ذاك اليوم غنيت أيضاً شاركت وين؟ في على حدائق أبو نواس. أبو نواس. فقلت لي أول مرة من 30 عام أنا أوقف على المسرح على خشبة المسرح. وإن شاء الله. شرف لي هذا. أكيد. وطبعاً عيني دمعت حقيقة. شنو رأيك بالجمهور العراقي اللي دا يحضر هذه الفعاليات الفنية؟ والله يعني أتمنى إنه ينسعد ويفرح. ويعني يكون معانا بالصورة الحقيقية للفن الحقيقي. صحيح. لأنه إحنا مبعث سعادة للبشر، مبعث أيضا يعني من واجبنا يعني نعطي الثقافة أيضا نثقف المستمع. إحنا اليوم بيظل يمكن هذه الموجة اللي قاعدة تصير من الموسيقى ودخلاء خلينا نقول لي الموسيقى العراقية، إحنا إلى الآن ترى الشعب العراقي يتعطش إلى الفن القديم. صح. إلى العزف، يستمتع بكل شيء. يعني نتكلم عن الاستمتاع بالعود، الاستمتاع بكل آلة منفردة. تمام. الاستمتاع بالصوت، الاستمتاع بهذه التجربة اللي قاعد نعيشها. وأكبر دليل قاعد يكون موجود ماكو حفل قاعد يكون موجود وتكون أصلا الجمهور يعني مليان ما شاء الله الجمهور هي. ولدرجة أنه إحنا يعني حتى نطالب بتمديد للأيام لأنه ما يكفي. يعني احنا اليوم نبعث على السعاده حقيقه تشوفين جمهور مكتظ بالمسارح. شيء مبهجه مفرح هذا حقيقه. ندري انه هو اكو بعض يمكن الصعوبات والعقبات اللي أكيد تكون أكيد موجوده بوجه بس رغم هذا يعني موجودين متواجدين. نعم. وهذا الشيء صراحه يمكن من الرسالات اللي انتم المفروض انه انتم مثلا نعرف انه هي صعبه عليكم انه وجودكم وهذه التحديات، ولكن هي رساله انتم قاعده توصلوها. تمام. لاخر يمكن رمق يمكن انتم عندكم اياه. تمام. احنا صراحه نريد نستثمر وجودك يمكن يعني خير استثمار بحلقتنا لهذا اليوم. نريد نسمع شيء يعني هم يمكن تقول يعني اشياء بزمن السبعينيات او اشياء قديمه اذا فيها مجال. نروح للاغنيه السبعينيه. الاغنيه السبعينيه هي يعني اكيد تحبها. بلا شك كبرنا عليها. صحيح. كبرنا عليها. يعني مثلا نقول ليش بنغني شويه اقدم؟ اقدم ستينات؟ شنو رايك؟ لو اقدم بحتك. اقدم اقدم اوكي. على ما نتذكر الجمهور بالاغاني الجميله. ماني صحيت يما حاجه وين هنا جوين
شوينا غنى والفي بجهان وبالدار وبعض ضعنا يا ابويا وبعض ضعنا ماني صحيت يما حاجة وين هنا ماني صحيت يما حاجة وين هنا جوين جوين هنا جوين جوين هنا طبعا هاي عمرها هاي أبنية يعني مو أقل من 50 سنة رغم أنها 50 سنة لازالت هي عايشة بالوجدان كل الأجيال كل الأجيال يعني إحنا حاليا حتى من قاعد أنت حضرتك تغنيها صارت أكو ذكريات ببالنا هاي الأغنية يعني بالذات لها ذكريات يمكن بحياة كل العراقيين فعلا طبعا صحيح طبعا إحنا أكيد يمكن إحنا الوقت معك صراحة مر بسرعة مر بسرعة ولكن إحنا دائما نحب أنه يمكن نستمع قبل ما نختم إذا ممكن تسمعنا شيء أخير شيء يمكن خاص بحضرتك نعم نعم خلينا نفرح بيك ونسكت الغيون أنت الوحيد بشوق تنتظر العيون خلينا نفرح بيك ونسكت الظنون انت الوحيد بشوق تنتظر العيون علمني انساك يا المبعد هناك لو ردت انسى انسى علمني شلون لو ردت انسى انسى علمني شلون الله طبعًا. يعني احنا سعيدين بوجودك اليوم ويانا انا الاسعد واشكركم على ومتشرفين بحديثك هذه واشكر كل الجمهور اللي حاضر معنا وان شاء الله دائما صحه وسلام ان شاء الله ان شاء الله العازف احسان الامام احنا اكيد نتمنى لك الموفقيه نتمنى لك حفل يمكن يرتقي اكيد بمقام حضرتك بالفن اللي قاعد تقدمه والعطاء شكرا تواجدك معنا استاذ احسان الامام سعيدين بوجودك اليوم ويانا نتمنى لك يوم حلو شكرا لك مشاهدينا بهذا الختام الممتع جدا وفعلا كان ختام مسك مع الاستاذ احسان الامام اتمنى لكم نهايه يوم حلوه او يوم سعيد في امان الله وصلنا إلى ختام صباحكم نعم مشاهدينا نترككم مع بقية برامج اليو تي في من صباحكم ونقول لكم في أمان الله